أبو مشفر أعطنا نصيحة نستفيد فيها منها ويستفيد المستمع. والله فيه نصيحة جد قلتها وأكررها، اللي هي عبادة الخلوات، العبادة اللي ما يشوفها منك إلا الله. الله هل هذه أول ما تضمنها إن شاء الله بعد الرياء منها، أنا خاصة لله ولا يدري عنها إلا الله. في مقولة يقول ما أهلك بني آدم إلا ذنوب الخلوات، ولا إن جاهم إلا عبادة الخلوات. أحسن. سبحان الله، الخلوة إذا اختلعت أنت يجيك الشيطان، حطت أنت عبادة حطت أيضا، حاول أنها تكون دائما في عبادة، عبادة خلوة. يا صدقتي يا طويل العمر محدي، أو استغفار أو استغفار أو ركعتين آخر الليل ما حد يدري عنها إلا أنت. أخير منها ركعتين من بلا أسحار، لا طاب نوم اللي حياته خسار. أجي آخر الليل صد من الناس، صد وتوجه الملك الملوك، حاولك تجي في غرفة ما فيها أحد، تخلو مع ربك، صدق أنها بتكون أفضل الأوقات لك. وإذا حسيت بلذتها ما عاد راح تخليها. والدليل حتى تدخل بعض الأحيان ثم تصلي لك ركعتين وانت ضايق جدا، ولو هرت بلنك مستأس تنكاس بالدنيا دي كلها وما فيها، لكن خلها خلوة مع الله. هذه كان لها قصة ذكرتناها عند أبو غلا، سمعتوها كلكم، كانت في ميزان حسنات رجال شفتناه نشوف. والله إن مقصرين، لكن عبادة الخلوة لها لذة، من طاح فيها ما خلها. والشيء الثاني، لا ضاقت عليك قبل أن تفكر في الأسباب، توجه الرب الأسباب، توجه الرب الأسباب ثم ابذل الأسباب وابشر بالخير. لكن أول ما يطلع عليك ربك، ترى مهم خيبك، ترى هو اللي بيدلك، ترى هو اللي بيسخر الناس لك. هذه نصيحة. الله يجزاك خير. على يوم قال أخونا الصبر أبو شبيب، كل الأنبياء تعرضوا طال عمرك المواقف بما فيها وأهمها الصبر. كل مواقفهم أغلبها يبيلها صبر. من اللي ظل في بطن الحوت؟ يونس. لولا الصبر، صبر صبر شو اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وعادوه في دعوته وصبر كذلك لين نال. فالصبر اللي يقولون الصبر زين وكل مطرود ملحوق، تصبر والله انك تحصل على اللي تبي، بس اهم شيء انك تمشي على الطريق الصحيح. دام طريقك صح وتصبر عادي، لو اصبر 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين لين انه انت كم لك سنه تدرس يا علي؟ لك 5. خلصت ولا باقي لك؟ الحمد لله نلت الشهاده، الحمد لله. اللهم لك لو ما عندك صبر ما كملت. فالصبر بيض الله وجهك يا ابو الشبيب، صبرا على الطاعه وصبرا على المعصيه وصبرا على امور الدنيا وصبرا على فراق الاهل. ايه، وترى الصبر على العباده هذا شيء كايد، والله شيء كايد، انك تحافظ على الصلوات. انك كلنا نخطي ترى، انا ما حد معصوم من الخطا. نعم، ما حد معصوم من الخطا. لو احنا معصومين ترى ما وجدنا على الدنيا، صدق والله. لو انا معصومين من الذنب ما وجدنا على الدنيا. لكن هذه الغايه، انك تعصي وتتوب، ها، وتقاوم المعاصي. مثل الحين الطفل دخله محل حلويات، ها، ولا ياخذ حلويات، وش يصير في نفسه؟ ينقر خلاص، يبي الحلو. انت كذلك ابن ادم، تشوف المعاصي والملذات ونفسك تبي، لكن انت تردها، ترى هذا اجرها عظيم عند الله. والله يوفقنا وياكم. اذا سعد بعد عنده كلمه، مع انه جاي متاخر عن الدرس. خير، لا والله يجزاكم خير. لكن انا اذا بتكلم دائما من هنا الين تقوم الساعه صلاه الوتر، مثل ما قلت لكم، شيء هي من العباد يسمونها خلوات، عباد الخلوات. هذه الوتر، اي شيء تشوفه في الحياه حتى لو ظلمك احد، أوتر، لا تدعي عليه، اطلب الله، اطلب الله، قول اللهم اكتب لي في الخير، اللهم اكتب لي الخير. سواء ظلمت، سواء احد اخطا عليك، سواء قول ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بتكون من الدعاء للناس، حتى لو احد ظلمك، حتى لو احد ضرك، اذا تشوف الحكمة ضره قول ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ادع في الخلوات.
وصلاة العام. الله يجزاك خير. هذا الصبر طريقة على الصبر أكبر شيء إن صبي صبي عليكم. أكثر شيء الحين خلاص خلصنا. في مقطع بس ممكن بدي أقوله. عرفت المقطع لا نسكر الكتاب هذا وضعك. وأضرب مبارك. يا ابني معك مال لك الحيه شو ما ماما سلام لا انت خلاص خلاص تدور لازم فارس وكلك شري اقول شري ما عنده صبر انت تسوي كذا تقول ساعه خذيت برجر اي باخذ الحين ايه والله شوي شوي لا ما ابغى يا رجل فارس ليش ما ابغى يا مسلم تدري بكيفك محمد ملحم روح كله قبل يبرد محمد البرجر جاهز قطبه كل شيء كله قبل يبرد ما علينا هسه